الجوية اللي حتى تقرب من نهر دجلة والفيضانات أدى إلى تآكل بعض أجزاء هذا الإيوان والصرح العظيم. It's actually survived for well over 1,000 years. It's incredible. But now we're worried that it might collapse. And so we are taking actions to ensure that that doesn't happen. Job is to stabilize the arch. We are providing conservation expertise and managing this project on behalf of the University of Pennsylvania. The final part of our work after the scaffolding has been erected and it's been stabilized will be to produce a draft conservation proposal. دور موضوع ألف اليوم كبير جدا في العراق طبعا وكان هناك نداء سريع لمنظمة ألف لمساعدة في أعمال تقييم الأضرار وفعلاً أرسلت خبراءها وخصصت منحة طارئة للموضوع هذا. We're doing a complete scientific study of the Arch of Ctesiphon and then using modern technology like 3D scanning and drone photography, what we're trying to do then is determine what are the best conservation methods to address the needs of that site in a sustainable way. فاحنا نشكر هذه الشركة لأن هذا المعلم هو ليس للمدائن وليس للعراق فقط بينما هو للعالم أجمع ولدائها العاجل والآن يعني تلاحظون العمل المباشرة بالعمل ووضع السكلة وإن شاء الله للأحسن نتمنى لهذا الصرح العظيم. وهو يحتاج يعني التأهيل كلش ضروري له حتى شنو يجذب السياح تتنمى السياحة بالنسبة للسياحة الآثارية أو الزوار الأجانب دائما يرغبون بهذه الأماكن. يعني أنا أعتقد أنه الأماكن الأثرية لو أخذت استحقاقها في العراق ويعني توفرت لها الميزانيات الكافية وأقيمت مدن سياحية حقيقية كأن تكون في طاق كسرى في أور في غيرها أنا أعتقد يعني وضع العراق الاقتصادي راح ينتعش كثير قياساً بالأزمان السابقة.